وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد السيدة كتسول على أن واحد الرجل بغى يتزوج بها، بغى يدير بها تعدد، تزوج هو المرة الأولى وعنده معها الوليدات، وبغى يتزوج بالسائلة هذه، بغى يدير بها تعدد، ولكن الأب ديالها رفض هذا الأمر، هذا يعني ما بغاش يوافقها باش يتعدد بها اللي كيخطبها مرة ثانية. أشنو خصني نعمل؟ إيوا الأخت الكريمة، أش غنقول لك؟ يعني أنت باقية في يعني في الذمة ديال الأب ديالك، والأب ديالك هو الولي ديالك، وهو اللي مسؤول عليك، وهو اللي عارف أشنو لايق بك. وثانيا ما عندكم حق باش تهضروا في هذا الموضوع ديال الزواج، أنت والسيد اللي باغاك الزواج إلا بالإذن ديال الأب ديالك، لأن يحرم الإنسان أنه يتكلم مع المرأة الأجنبية. فالطريقة باش كان نتزوجوا حنا المسلمين في الإسلام هو الإنسان اللي كتعجبو البنت تيشوفها على بعد، ولا تيعاودوا لي عليها، ولا تيمشي تيخاطبها من عند باها، لقول الله عز وجل واتوا البيوت من أبوابها، تيمشي عند الأب ديالها تيقول لي الله يجازيك بخير ربي نتزوج، ولا يصيفط لي شي واحد إلا حش منه. وشوف عاد ديك الساعه يفتح الباب ديال الاسعافات الاوليه والمبادره الاولى، ويديروا الموعد ويجي للدار بالحضور ديال الاولياء ديالها، ويدير نظره الشرعيه، ويتفقوا ديك الساعه يستغفروا الله عز وجل ويتكلوا على الله. هذه الطريقه احنا اللي باش كنتزوجوا في الاسلام، هكا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الاسلام الحنيف. لكن دابا ملي تخلوا الناس على هذا الادب ديال الاسلام هذا وتخلفوا على الامور، بقات المشاكل. ها من ضمن المشاكل هي هذه نيت بالضبط، هذه نيت راه من المشاكل، ملي كتبغي السيده تزوج بالسيد، السيد بغاها وما في علم باها، فاش يجيو يحطوا النقاط على الحروف لقاو العراقيل، لقاو العصافير الرويضه. اذا الخلاصه ديال الجواب هو الى ما موافقكش الوالد ديالك باش تزوجي به تبعي باك، تبعي باك، خصوصا ملي عايد الحال ديال التعدد، راه وكان باك بان ليه شي حاجه راه غادي يزوجك به، ولكن هو باك تيخاف حيت المرة الثانية مع الأولى تيوقعوا المشاكل، وقليل اللي كينجح في هذا الشيء ديال التعدد، قليل. علاش؟ لأن الناس ما عرفوش يعني الضوابط والشروط والأمور اللي متعلقة بالتعدد. لا، التعدد ماشي تتنتهي بالمتعة، لا، راه عندها تبعات وعندها تكاليف وعندها مقدمات وعندها مسؤولية كبيرة. الانسان باش يتزوج بجوج عيالات يصعب. فعلى كل حال ان الاب ديالك الى موافقك تبعيه واستخري الله عز وجل. الى كان السيد اصلا هو قادر وعنده كفاءه وعنده قدره على يعني يتعدد المره الثانيه، فالاسلام يعني اباح لنا ربعه النسوه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، ربعه باش بدا الله عز وجل، عاد الاخر فان لم تعدلوا فواحده. فلذا ان الاب ديالك الى موافقك تكلي على الله واستخري الله عز وجل، بشرط اذا كان هذاك السيد انه عنده قدره على التعدد. واذا كان الاب ديالك قال لك لا بلا ما تزيدي الهضره وما تقلقيش عليه، فاذا تقلقتي عاوتاني على الاب ديالك ولا حذرتي عليه، العين ديالك راه غادي توقعي فيما هو اعظم من داك الشيء اللي هو العقوق. راه باك يرحمك، راه بغى لك الرحمه، بغى لك السعاده، بغاك باش تنجحي في هذا المشروع ديال الزواج. اي والله المستعان. فعلى كل حال الى موافقك باك الله يسخر، بشرط الى كان داك السيد عنده قدره والكفاءه في الزواج. الى قال لك الاب ديالك لا، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. راه ممكن تزوجي به على رغم ان الالف ديال باك، ولكن راه ما غاديش تنجحي، ما غاديش تنجحي. ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، الى تركتي هذا السيد هذا حيت باك ما موافقكش عليه، راه غادي يعود لك الله عز وجل برجل صالح. واخيرا وختاما نفكي من هذا السيد هذا، الى جاب الله الوالد ديالك ما وفقكش، ما تبقاوش تراسلوا في التليفونات ولا باش ما توقعوش في المعصيه مره ثانيه، والله اعلم.